عبارة عن متحف صغير في وادي الذهب القويرة في الداخلة. الهدف من هذا المعرض الصغير هو نعطوا الأجيال تقاليد حاوية بحالاش كانوا يعيشوا باتنا وجدودنا، ونحاولوا نلحقوا لهم ديك الرسالة باش هما اللي حتى هما يتموا مرتبطين بتقاليدهم وعاداتهم، بحالاش مصايب الخيمة، وبحالاش كانوا يلبسوا أوائلهم، بحالاش كانوا يديروا العليات ميك اب، وبحالاش كانوا يزينوا العليات بظفايرهم وذاك الشيء. Je suis heureux aujourd'hui de me trouver dans une manifestation qui met la culture en priorité, car la culture est un moyen important pour le développement économique et pour le développement intellectuel et pour l'intégration sociale. Donc c'est essentiel que nous puissions, que la Fondation nationale des musées puisse accompagner toutes ces initiatives. المتحف هو متحف صغير، يعني باعتباره المتحف الكبير الانطلاقة لواحد المتحف اللي هو مشروع كبير إن شاء الله عام قريب. المتحف فيه واحد النبذة كيعرف بالثقافة الحسانية بالمناطق عامة. المتحف حاليا كتكون فيه واحد الأفكار اللي هي مشتركة بين شي حاجة اللي هي قديمة وش حاجه اللي هي كتكون جديده. مثلا كاين اللوحات الالكترونيه كنعتمدوا فيها وكنديروا فيها الكتب الالكترونيه اللي كتكون متوفره حاليا في المكتبه. كاين عندنا حتى التعريف بالموروث اللي هو الحساني بالثقافه ديالهم بالكتاب مثلا، والتعريف بالطرق اللي كيمشوا بها الناس مثلا في حياه العيش ديالهم الخيمه مثلا. وكاين في المتحف حتى هي كاين واحد محاولة دمج باطل بين المكتبة وبين المتحف. المتحف الصغير اللي المغرب الصحراوي، هذا المتحف هذا اللي كنتواجدوا فيه حاليا تأسس سنة 2009 برعاية وكالة الجنوب. هذه الوكالة هذه اللي سهرت على التسيير ديال هذا المتحف هذا من سنة 2009، وهذا المتحف هذا اللي كيضم مجموعة من الأشياء التقليدية التي تخص المجتمع البيضاني أو الصحراوي عموما، وبالخصوص الأزياء الصحراوية عبر التاريخ. ونجد أيضا أشياء تخص أيضا المطبخ الصحراوي والموسيقى الصحراوية من الآلات الموسيقية التاريخية والتقليدية عموما، والتي لا زالت مستعملة لحد الآن. كما يتواجد أيضا في هذا المتحف الصغير المكتبة الوسائطية للداخلة، هذه المكتبة اللي كتضم مجموعة من الفضاءات الثقافية، والتي تضم عدة قاعات، قاعات خاصة للكبار وخاصة للشباب وخاصة للصغار. هذه الفضاءات تضم مجموعة من الكتب القيمة، حيث نستعمل فيها خصوصا برنامج الديوي اللي هو برنامج كيهم تصنيف الكتب. هذا التصنيف اللي مستعمل في جميع المكتبات الوطنية أو العالمية أيضا، بما في ذلك الشعر والمسرح والآداب والرواية والقصة والعلوم الطبيعية والاجتماعية إضافة إلى القانون. ونتمنى في هذا الصدد أن يبقى هذا المشروع خير مشروع اللي ساكنة الداخلة، وأن يعود بالنفع على ساكنة الإقليم.